السلطه دي ليكوا على ما الاكل ييجي. هو انت نقلتي من هناك لهنا يا وليه من غير ما تقولي لنا ومخبيه علينا؟ ما هنا بيتنا وهناك بيتنا. غريبه، بس انت يعني ما قلتيش كده من الاول. هو يعني كان جرى ايه؟ ما الدنيا هي شرحه وبرحه ومنوره بيكوا. السمك. اما نروح نجيب لكم الكوبايات والمبيت. تسلم ايدك يا امه. الله، ده زي ما نكونوا بنتوحموا. كان نفسي في صينيه السمك دي. بالهنا والشفا يا حبيبتي، مطرح ما يسري يمري. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اقول ايه؟ يا صباحه يا مساء، ده ايه النور ده كله؟ وانا اقول النجا نورت. ازيك يا انيسه؟ ازاي الحال يا عدوله؟ الهي تسلم يا سي محمد. ازيك يا سي محمد؟ تعالى تعالى في ريحه عديله. يا سلام، والله وحشتنا القعده الحلوه دي. يا اهلا يا اهلا. ايه ألف سلامة، إيه اللي سمعته ده؟ عاديك يا سي محمد على اللي شفته. أني ما كنتش قادرة أجيكي، بس جيت علشان خاطرك يا سي محمد. إن بيت المفتخر. عايزاكي. هي اللي راحتك يا بعيني. ألف بعد الشر عليك يا جميل، عاوزك بقى تحكي لي كل حاجة. مين اللي هيدفع حساب المطرح؟ انت ولا محمد خفاك؟ انا اللي هنحاسبك يا امينه. طب والاكل اللي هيفيض منهم مين اللي هياخده؟ يا ولية مش لما يبقوا ياكلوا الاول، اما انت مرامة في جوعه صحيح، وبقى انت ليك تتكلمي في اكل ولا في شرب؟ ما انت بتاخدي حساب المطرح. هو انتوا على طول كده عايزين تكوشوا على كل حاجه؟ ليه؟ ما احنا بننفعوك. طب ماني كنت نقدر ناخدهم مطرح اللي هنا، ولا نوديهم مطرح على بيت كبير؟ مطرح على بيت كبير ده عامل زي التربه. تربة ايه يا أمي؟ الله، ده احنا دفنينه سوا. وان كان فيه خير لازم يعوم مع الكل، ولا انت ليك رأي تاني؟ ماليش رأي تاني يا أمي. مالك يا عدوة؟ انت لو شربتلك شوية نبيت يا جماله يا جماله هينزح عنك كل العيب وهتبقي زي الحصان. الحق الولية سكرت من كاس واحد. ايه ده ايه ده، ما اكلتوش يعني؟ لا ده كده فل قوي. شيلي بس انت الحاجات دي وسيبي لنا الازازه. قومي يا انيسة عايزاكي. ده على فين يا ريت؟ ايوه عليك يا سي محمد، عايز منها ايه وانت معاك واحده تانية ولا مش ماليه عينك؟ ايه مالك يا سي محمد؟ الوليه دي واخده انيسه ورايحه بيها على فين؟ يعني هتكون واخدها ورايحه على فين؟ اكيد صاحبك جه وطلب يشوفها. عبد الرازق غصان من ليله امبارح، يعني اكيد مش هيقب. ما تخافش يا اخويا على انيسه، دي توديك البحر وترجعك عطشان. ولا انت يعني مش عايز تقعد معايا لوحدي؟ طب وعبد الرازق فين دلوقتي؟ انا عارفه يا اختي غطس. راح فين النهارده؟ بقول لك يا وليا، انت تقبي وتختصي وتجيبي لي عبد الرازق. ايوه عليك، انت هتسكري عليا ولا ايه؟ لا انا ورا خلقي ضيق ماليش روح. طب قومتيني من معاهم ليه؟ ماني كنت قاعده مبسوطه. أنا قلت نشدوكي يمكن ياخدوا راحتهم في الكلام، يقول لها كلمتين ولا حاجة. يعني آدم لازم يبقى حسيس. بقول لك إيه يا ولية أنت، أنا عايزة عبد الرازق دلوقتي. وأنتوا واقفين هنا بتعملوا إيه؟ مفيش يا أخوي، ده أنا كنت بنتسير معاها على ما تاخدوا قعدتكم. لا ما أصل عديلة تعبانة شوية ومش قادرة تقعد. يلا يا أنيسة. لا معلش اسبقوا أنتوا، أنا بس عايزة أنيسة في كلمتين كده. ماشي بينا عديلة، فوتي بعافية يا راي. ما تتحرمش من دخلتك يا سي محمد. إيه عايزة مني إيه تاني؟
أنا عايزة نقولك صحصحيلي كده، أنا عايزة نقولك اوعي تيجي تاني ومعاكي سي محمد خفاجة ولا عديلة، الا لو عبد الرازق عرف هتبقى نصيبة يطربق الحارة على دماغاتنا، فهماني ولا لا؟ ده يمكن يصور لنا قتيل. أنا عايزاكي تيجي لوحدك لوحدك، إياكي تجيبي سيرة لمحمد خفاجة ولا العديلة. أنا يا أختي مش عايزة نقولك، ده يصرف قلبي وساكتة. المرة دي بتغير مني.